هاد الدواء كانت تحت يعني في هذا الجو اللي هو الجو الان ديال الاهتمام بالراي العام المغربي بما يقع في اوروبا. حاولت يعني في هذه المداخله اولا يكون واحد المقاربه تاريخيه باش نعاودوا نذكروا بان الجاليه المغربيه والهجره المغربيه عنده واحد تاريخ طويل جدا، بدات في القرن 19 ولا زالت تستمر. هنالك خلال العقود الاخيره تحولات جذريه في الجاليات المغربيه مع يعني نمو ديموغرافي، عولمة، تأنيث، بروز أجيال جديدة، وخصوصا النمو السوسيو ثقافي ديال أفراد الجالية. الآن يعني مغربي على 5 ديال الخارج عنده مستوى جامعي. كان كذلك تذكير بالتحديات الأساسية اللي جات في الخطاب الملكي ديال 20 غشت 2022، اللي ذكر يعني بهذه التحولات وطالب يعني المؤسسات المغربية باش تقوي الحكم ديالها وكذلك الجودة والفعالية ديالها، وفي نفس الوقت يعني طالب أنه يكون تقوية مساهمات مغاربة العالم في مشاريع التنمية اللي المغرب داخل فيها. بطاقة بيضاء هي عبارة عن لقاء ينظمه النادي الذي يضم الصحفيين المعتمدين في المغرب، والهدف من أولا استضافة مسؤولين عموميين وإخراجهم من مناطق الظل ومن مكاتبه ربما المكيفة من أجل أن يساهموا ويغنوا النقاش العمومي بحضور صحفيين معتمدين وأيضا زملاء في الصحافة الوطنية، حتى نساهم من خلال المعلومة والتحليلات كما حصل اليوم في لقاء سينيزامي في توضيح بعض الملفات. رأينا من خلال الأسئلة التي طرحت أنه كانت هناك بعض الأحكام الجاهزة وبعض الأخطاء في تصورات المتعلقة مهاجرين أو مغاربة العالم، لكن من خلال النقاش والتفاعل مع رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج تم شيئا ما تصحيح الكثير من هذه التصورات وربما الأحكام الجاهزة. إذن الهدف من هذه اللقاءات هو الاشتغال والنقاش من أجل تصحيح المفاهيم، نشر المعلومة، وإعادة ضبط بعض تصورات حول ما يجري في ملفاتهم الصحافة والمغرب.